لما صلى ذلك الصحابي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام رافعا رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، قال ذلك الرجل في صلاته ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. انقضت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من المتكلم بتلك الكلمات آنفا في الصلاة؟ سكت الصحابة وخشي بعضهم أن يكون عتبا. أعاد السؤال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، قال الرجل أنا يا رسول الله، ينتظر ما التعليق؟ قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. كلمات عظيمة، شعر أنه بحاجة إلى أن يحمد الله حمدا يملأ السماء ولا يكتفي، ويملأ الأرض ولا يكتفي، ويملأ ما بينهما ولا يكتفي، ملأ الكون علويه وسفليه وما بينهما، وشعر أنه لا يكفي، لا يكفي في مقام الحمد لله. فماذا صنع؟ قال وملأ ما شئت من شيء بعد، يا رب أنت أدرى.